أهلا وسهلا بكم معالي الأستاذ وليد المعلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية العربية السورية على شاشة الميادين، أهلا بكم. شكرا جزيلا. معالي الوزير، في البداية لابد أن أسألكم ولو أن تجيبوا باختصار عن انطباعاتكم من هذه الزيارة ولقائكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبالطبع صديقكم ونظيركم السيد سيرجي لافروف. نحن مرتاحون جدا وممتنون للرئيس بوتين أن أتاح لنا فرصة اللقاء بفخامته، ومرتاحون أكثر للنتائج التي خرجنا بها التي تؤكد استمرار الدعم والمساند الروسية للحكومة السورية في مجال مكافحة الإرهاب. ومع الوزير لافروف ناقشنا أفكارا روسية بشأن الحوار السوري، واتفقنا على آلية للتشاور بين الطرفين من أجل بلورة أسس وأهداف هذا الحوار. معالي الوزير، تحدثتم عن الدعم الروسي خاصة من قبل فخامة الرئيس بوتين لسوريا وتحديدا للسيد الرئيس بشار الأسد فيما يتعلق بالانتصار على الإرهاب، هذا تصريح هام جدا. هل يمكن أن تترجموا لنا ماذا يجب أن نفهم من هذا التصريح ومن هذا الدعم الواضح من الرئيس الروسي لنظيره السوري؟ أولا، هذا الدعم ينبع بداية من قناعة روسيا بالشرعية الدولية ومن متابعتها لما يجري في سوريا، والرئيس الروسي كان يتحدث عن الرئيس بشار الأسد والانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا، وقال أن 88% من الشعب السوري أيد الرئيس بشار الأسد. إلى حد هذه التفاصيل كان متابعا، ولذلك هو يحترم إرادة الشعب السوري. إذا نفهم من ذلك أن الرئيس بوتين وبشكل عام القيادة الروسية يمكن أن نقول أنها كما يقال بددت كل تلك الشائعات التي تطلق بين الحين والآخر في وسائل الإعلام بأنه روسيا يمكن أن تتخلى عن سوريا، تتخلى عن الرئيس الأسد لاعتبارات ربما تتعلق بأوكرانيا. إذن هذا الشيء تبدد، يمكن القول نهائيا بدون شك. أولا، وسائل الإعلام المغرضة معروف ارتباطها وتمويلها، ولذلك هي تعكس سياسات دول وتشكك بالعلاقة السورية الروسية. أنا أقول كفى أوهام، أقول لهم أن العلاقة السورية الروسية لا تتأثر إطلاقا بما يجري في أوكرانيا، ولا تتأثر إطلاقا بانخفاض أسعار النفط المصطنع، ولا تتأثر إطلاقا بالعلاقات الراهنة بين روسيا والغرب. إذا نتحدث معالي الوزير عن التعاون بين البلدين وتحديدا في مكافحة الإرهاب، وهذا ما تم بحثه أيضا في مباحثاتكم صحيح. في سوتشي أنتم ذكرتم ذلك في بيروت. الجانب الروسي يؤكد دائما، وحتى السيد لافروف في المؤتمر الصحفي معكم قال أن روسيا ستستمر في دعم سوريا والدول الأخرى التي تحارب الإرهاب بكل الوسائل القانونية والشرعية. صحيح. نحن نعلم أن روسيا فعلا تفعل ذلك، هذا يعني أنكم تحصلون، الجيش العربي السوري يحصل على ما يريد لكي يواجه هذا الإرهاب ويقاتله؟ أستطيع أن أقول ذلك، لكن لا أعرف بالتفاصيل لأن العلاقات العسكرية لا تقوم من خلال وزراء الخارجية. طيب أستاذ وليد، هناك دائما يجري حديث عن صواريخ S-300، لماذا الحديث دائما عن هذا النوع من السلاح وهو سلاح دفاعي، وسوريا بكونها تتعرض لهجمة خارجية ويمكن أن تتعرض وهي تتعرض بين الحين والآخر لعدوان من إسرائيل، هل هذا السلاح سوريا فعلا تحتاج له وهل يمكن أن تحصل عليه من خلال علاقاتها مع روسيا، لا سيما أن صفقات كانت يعني في هذا المجال معقدة؟ أولا، نحن بيننا وبين وزارة الدفاع الروسية والشركات الروسية عقود لأنواع مختلفة من السلاح يحتاجها الجيش العربي السوري. نحن لا نخرج عن إطار العقود،
وروسيا أعلنت أن هذه العقود تنسجم مع الاتفاقيات الدولية، وبالتالي نحن ما نرجوه هو تنفيذ هذه العقود. في الظرف الراهن وخاصة على ضوء التصريحات الفرنسية والسعي التركي لفرض منطقة حظر جوي على بعض المناطق في سوريا وتحديدا في محافظة حلب والمناطق المحاذية للأراضي التركية، هل بحثتم هذا الموضوع مع القيادة الروسية وما هو موقف القيادة الروسية، لا سيما أن الرئيس بوتين بعد 3 أيام سيتوجه إلى أنقرة ويلتقي نظيره أردوغان؟ بحثت خطورة الطرح التركي الذي يعكس أطماعا تركية بالأراضي السورية، شرحت أن مثل هذا الطرح يؤدي إلى إقامة كانتونات في سوريا وبالتالي تجزئة الأراضي السورية، والشعب السوري سيدافع بكل إمكانياته ضد هذا التوجه التركي العثماني، والرئيس بوتين كان له موقف واضح أن سوريا مع وحدة الأراضي، أن روسيا مع وحدة الأراضي السورية ولا وترفض أي انتهاك للسيادة السورية. معالي الوزير، ربما يجب أن نتحدث عن داعش وظهور داعش وكيف ظهرت، نظرا لربما تواطؤ خارجي، ربما لتماهل وتجاهل قوى دولية وإقليمية لخطر الإرهاب في سوريا فظهرت داعش، لكن الآن نلاحظ أن واشنطن شكلت تحالفا دوليا بمشاركة أيضا هذه الدول التي ربما دعمت أطراف مسلحة في سوريا والآن تحارب داعش، هل أنتم مقتنعون بهذا التحالف وجدوى عملياته العسكرية في سوريا وفي العراق؟ هذا التحالف أقيم خارج إطار مجلس الأمن واستثنى دولا فاعلة في الأزمة السورية بدليل أنه لا يرغب في القضاء على داعش. ثانيا، هل داعش اليوم بعد أكثر من شهرين على غارات التحالف أضعف؟ كل المؤشرات تقول أنها ليست أضعف. الدليل أن هذا التحالف الذي يضم دولا في المنطقة هي التي غزت وتغذي حركات متطرفة مثل داعش وجبهة النصرة. إذا لم تقم الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن بجهد حقيقي لإجبار تركيا على ضبط حدودها، إذن كل هذه الحركة وحتى الغارات التحالف لن تقضي على داعش. وهنا نضع إشارات استفهام عديدة على حقيقة أهداف هذا التحالف. ثانيا، داعش لم تنبع من سوريا بالأساس، كلنا نعلم أن هذه الحركة بدأت في العراق، أبو مصعب الزرقاوي وغيره، وفتحت فرعا لها في سوريا كان اسمه جبهة النصرة، ثم اختلفوا. داعش امتدت إلى أراضي سورية. ثانيا، معظم قيادات داعش ليست سورية، هي قيادات مستوردة من الخارج من أكثر من 80 دولة. معظم المقاتلين الحقيقيين لداعش جاءوا من بلدان مثل وسط آسيا. السؤال، كيف وصلوا إلى سوريا، إلى شمال سوريا؟ هل جاءوا بالمظلات؟ جاءوا جميعا عبر الأراضي التركية. إذن إذا أرادت الولايات المتحدة فعلا أن تكافح الإرهاب، يجب أن تبدأ بتجفيف منابعه، يجب أن تبدأ بإلزام الدول بقرار مجلس الأمن 21-78 الذي ترأس الرئيس أوباما بنفسه مجلس الأمن لإقراره. مثل هذا الجهد لم يبذل، وما زال حسب تقديرات الأمم المتحدة كل شهر يأتينا 1000 إرهابي
عبر الحدود مع تركيا. وهنا يتم طرح السؤال: ما هي العلاقة الإيديولوجية القائمة بين حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا وحركة داعش؟ تركيا تضع شروط تعجيزية على التحالف حتى لا تشارك في ضرب داعش بسبب ارتباطها العضوي مع داعش. معالي الوزير، الوزير لافروف قبل حوالي أسبوع في مؤتمر أو في ندوة عن السياسة الخارجية والدفاع قال أن لدى روسيا شعور بأن الولايات المتحدة من وراء كل هذه الحملة على داعش والعملية العسكرية التي تقودها مع بعض الدول هو ليس محاربة داعش فعلا، وإنما لديها مشاريع أخرى قد تكون مثلا ضرب الجيش العربي السوري وإضعاف الحكومة السورية وإلى آخره، لأن الرئيس أوباما لم يتخلى بعد عن فكرة تغيير النظام في الجمهورية العربية السورية وتحديدا الرئيس بشار الأسد. هل لديكم أيضا نفس هذا الهاجس أو الشعور؟ وهل لديكم تبادل معلومات مع الروس، أي أن ربما الروس فعلا عندهم معلومات استخباراتية أو إلى آخره؟ بدون شك روسيا لديها، روسيا دولة عظمى ويجب أن يكون لديها، لكن نحن من متابعتنا للتصريحات الأمريكية المعلنة سواء من البيت الأبيض أو الخارجية أو حتى البنتاغون، كلها تشير بأن الهدف الحقيقي هو النظام في سوريا. ولذلك نحن نقول لا أحد في العالم يستطيع أن ينوب عن الشعب السوري في اختيار قيادته، والشعب السوري في حزيران الماضي اختار قيادته، والرئيس بوتين يدرك هذه الحقيقة وتحدث عنها. ولذلك أقول ما قاله الوزير لافروف صحيح ودقيق، ونحن في الواقع نفهم أهداف هذا التحالف الدولي الحقيقية. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إلى هذا اللقاء الخاص مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين السوري السيد وليد المعلم، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى هذا اللقاء الخاص مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين السوري السيد وليد المعلم. لننهي هذا المحور تحديدا لدي سؤال. اليوم قرأت في وسائل الإعلام نقلا عن مؤسسة استخباراتية خاصة تقدم خدمات يعني للدول وللولايات المتحدة مثلا، استنادا إلى هذا التقرير الذي نشر اليوم، فإن هناك ربما نوع من التنسيق غير المباشر بين الولايات المتحدة والجمهورية العربية السورية يتم عن طريق العراق لإعطاء ربما إحداثيات أو مواقع لمستودعات ذخيرة، لمستودعات وقود إلى آخره من الأهداف التي يسيطر عليها داعش أو تسيطر عليها الدولة الإسلامية. هل هذا له شيء من الصحة أم يعني اختلاق؟ في الواقع ليس لدي معلومات عن هذا الأمر، لكن أنا أقول بأن الجيش العربي السوري في بادية الشام وبالتحديد حول حقل الشاعر الغازي يقوم بالدفاع عن الأراضي السورية ضد تنظيم داعش، وأيضا الطيران السوري يقوم بقصف مواقع لداعش ومستودعات عندما تتوفر المعلومات الأمنية لدى جيشنا. ولذلك نحن لا نتوانى عن قتال داعش كونها هي رأس التنظيمات الإرهابية التي تقوم بأعمال وجرائم في سوريا. محور الأفكار الروسية التي تطرحها القيادة الروسية في الآونة الأخيرة حول تحريك العملية السياسية في سوريا، هذه الأفكار بلا شك بحثت معكم في هذه المحادثات. قبل ذلك زار موسكو الشيخ أحمد معاذ الخطيب، الروس يقيمون اتصالات مع أطراف أخرى. ما هو جوهر هذه الأفكار؟ أنا أفهم أنها الآن هي في طور المناقشة والبحث، لكن ربما الخطوط العامة لهذه الأفكار. الخطوط العامة
أننا وروسيا متفقون على أن الحل السياسي هو الحل الأساسي للأزمة في سوريا، وهذا الحل في آليته يستند إلى حوار بين السوريين. هذا الحوار يجب أن يؤدي إلى نتائج. نحن بعد اطلاعنا ومحادثاتنا مع الجانب الروسي اتفقنا أن الحوار يجري مع المعارضة الوطنية التي لا ترتبط بالخارج ولا تأتمر بأوامر خارجية. هناك اختلاف في وجهات النظر حول كيفية خدمة الشعب السوري بطريقة أفضل، ونحن مقتنعون بهذا الحوار ونريد أن نستمع للمعارضة الوطنية وأن تستمع إلينا وأن نصل إلى حلول يرضى عنها الشعب السوري. هذا هو جوهر الأفكار، واتفقنا مع الجانب الروسي على آلية للتشاور وتكثيف هذا التشاور ليشمل أسس هذا الحوار وأهدافه. معالي الوزير، هناك بلا شك تلاقي في المواقف فيما يتعلق بالقوى التي تعتبرونها وطنية، وكذلك الروس، أيضا الروس يستثنون المتطرفين والإرهابيين إلى آخره. هل يمكن أن تذكروا لنا ولو ربما بعض هذه القوى أو الشخصيات السورية التي يمكن أن تكون جزء من هذا الحوار الذي يعني تخططون لإطلاقه ربما مستقبلا؟ أخي سلام، هذا موضع نقاش بيننا وبين الأصدقاء الروس، لا يخطر ببالي الآن شخصية محددة، لكن أقول نحن يجب أن ننظر إلى المعارضة التي لديها مرتسمات على الأرض، معارضة واقعية تنوي الحوار لمصلحة الشعب السوري. هذه المعارضة نعتبرها وطنية. من هنا أقول أننا لا ندرس شخصية معينة، بل ندرس تنظيم معارض يريد أن يشارك في هذا الحوار. من هنا قلت أن هذا سيكون موضع تشاور بيننا وبين الأصدقاء الروس. في تقديركم معالي الوزير، كم من الوقت تحتاجون لكي نقول بأن هذا اللقاء ممكن أن ينعقد في موسكو مثلا كما هي الفكرة مطروحة؟ لا أستطيع أن أحدد زمن معين، لكن نحن وروسيا سنعمل بكل جهد وبكل جدية من أجل تحقيق هذا العمل. ومعروف أن جلسة حوار واحدة لا تنجز كل ما نصبوا إليه، ممكن أن يبدأ الحوار في موسكو وأن يتابع في دمشق مع ذات الفصائل، وهذا شيء متفق عليه. هناك يعني في بعض الأوساط الإعلامية حديث عن أن هذه الأفكار، على سبيل المثال تتحدث عن هيئة حكم أو حكومة انتقالية أو شيء من هذا القبيل، ويعني هذه العملية ستستغرق سنتين إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية دون المساس بالسيادة للحكومة التي يعني يرأسها الرئيس بشار الأسد، أنه تبقى الحقائب السيادية بيد الحكومة السورية الحالية يعني بقيادة الرئيس بشار الأسد. يعني هذه تسريبات، لكن لا أعتقد أنه يعني جاءت من 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 الفراغ أو من الافتراض. أخي سلام، أم هذا سابق لأوانه؟ أنا مقتنع بأنك مراسل كفر ومطلع، لكن أقول بصراحة يجب ألا نعير تلك الأدوات الإعلامية لكي ترسم لنا ماذا نريد. السوريون بحوارهم يرسمون ماذا يريدون. ثانيا، لا يوجد في دستورنا شيء اسمه هيئة انتقالية، هناك حكومة، هذه الحكومة لها أشكال، قد تكون حكومة تكنوقراط، قد تكون حكومة موسعة بصلاحيات واسعة، قد تكون حكومة وحدة وطنية. لا أريد أن أستبق الحوار بوضع نموذج يرضيني ولا يرضي الآخرين، يجب أن يأتي النموذج بما يتفق عليه داخل الحوار.
معالي الوزير، هل نفهم من هذا التحرك الروسي أنه يعني هذا نهاية جنيف أم هذا استمرارية لجنيف أو محاولة لإحياء جنيف؟ أولا نحن اتفقنا أن يكون البداية في موسكو وأن تستمر في دمشق هذه الحوارات، وهذا أكرم للشعب السوري. جنيف كان في ظروف دولية معينة في ظل توافق روسي أمريكي، وكلنا يعلم أن ما جرى في جنيف كان في الواقع عبارة عن عض أصابع بين ما سمي الائتلاف الذي يقوده في جنيف روبرت فورد، لذلك لم يثمر في الواقع. نحن نريد حوار سوري سوري بعيدا عن التدخل الخارجي، يجب أن يعبر السوريون بأنفسهم عن إرادتهم، هذا ما يجدي. لذلك لا أستطيع أن أصف ما اتفق عليه بأنه استمرار لجنيف إطلاقا. والوزير لافروف في مؤتمره الصحفي تحدث صراحة لن نعود إلى صيغة مونترو، وكان معه حق. ما جمع في مونترو 50 دولة بشكل يعني الولايات المتحدة هي من اختارت الدول بدليل واحد، لم يقبلوا أن تشارك إيران. فمن هنا أقول صيغة مونترو هي التي أدت إلى فشل جنيف، والتدخل الأمريكي في جنيف أدى إلى إظهار ما يسمى الائتلاف على حقيقته وعراه. نحن الآن نبني أسس لحوار وطني سوري سوري لكي تنتهي العملية بنجاح، ولن نقبل بالتدخل الخارجي في هذا الحوار. ختاما معالي الوزير، هل أنتم بعد زيارتكم إلى روسيا ومحادثاتكم أصبحتم أكثر تفاؤلا وأكثر ثقة بأن العلاقة الوطيدة بين سوريا وروسيا ستأتي أكلها في هذه يعني الظروف المعقدة التي تمر بها سوريا والمنطقة بشكل عام؟ بدون شك نحن مرتاحون ومتفائلون، ونأمل أن يتحقق على أرض الواقع هذا التفاؤل. روسيا حليف وصديق لسوريا وتسعى فعلا لخدمة مصالح الشعب السوري، ونحن من هذا المنطلق متفقون مع الجانب الروسي. الأستاذ وليد المعلم، معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية العربية السورية، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. شكرا لك أخي سيدي. شكرا، شكرا معالي الوزير.